موسيقي. أول شيء بحب أقول عن حالي إني أنا موسيقي، عازف ناي بالأصل. درست هندسة مدنية وما اشتغلت كمهندس مدني، بس بتصور إنه عم بعمل هلأ الكارير تبعي بالهندسة بس بالبزوق. أنا بلشت أفكر بصناعة آلة موسيقية مثل العادي، يعني الترند ماشي العود. بس بعدين عملت بزق من باب التجربة، ومن باب إنه كان في عندي هيك، كان مطلوب مني أعمل بزق لشغل يعني بالبقاع. ف هيك انغرمت بالحجم وبالقياس وكذا. بعدين قلت ليش ما بركز بس على البزق طالما ما في هالتركيز هالقد على البزق، يعني بده هو البزق بحاجتي. وقت انكشفت الأزمة مظبوط بال2019 صار التعليم مدخوله المادي قليل، هذا غير تسكيرة كورونا وغير كمان أول أيام الثورة. ف يعني صارت هيك، صار في كركبة ويعني خف الاستقرار اللي كان محقق لي إياه التعليم. ف وقت أخذت قرار إنه يعني ما بعرف قديش فينا نعتبره جريء ولا تهور ولا ما بعرف شو، وقت اللي كل العالم اذا حدا معه كم دولار عم يشتغل فيهم بالصيرفه ويبيع ويشتري ويعمل مضاربه، انا قررت انه هالكم دولار اللي معي بدي اشتري فيهم عده، بدي بلش مشروع جديد يعني. فهيك مشيت بغير اتجاه كليا. البزق بيخلص بياخد فترة شي 10 أيام، بس أنا عم جربه، متأكد من كل تفاصيله ومن صوته، وخصوصي إنه أول 10 أيام بيفرقوا بنوعية صوته، يعني بيكون عم ياخد على شد الأوتار وعم كل شي هاي والتغيرات الصغار اللي عم بتصير فيه ببين صوته مزبوط بعد حوالي أسبوع 10 أيام. وبعدين كل ما عتق كل ما صوته بضل عم يتغير، يعني الخشب بينشف أكتر، و يعني صوت الآلات الموسيقية بشكل عام بتحلو كتير مع كل ما تعتق. هلا كل بزق له قصة، وخصوصي اللي بكون عاملهم لناس بعرفهم شخصي، وحتى من قبل ما اني اكون انا بصنع خلص بعملهم بزق مستوحى من علاقه عمرها 10 سنين مثلا. تنوع بهالآلة نفسها لحتى كمان يكون أكثر مناسب مع الكل، يعني كل حدا يكون عنده البزق تبعه، مش إنه عنده بزق. فكرمال هيك أنا لما يجي لعندي حدا أو حدا يوصيني على بزق بفضل إنه نلتقى بنحكي ونتعرف على بعض، وآخد فكرة عن قياسات هذا الشخص، شو بيلبق له أكثر، شو بيناسبه أكثر لجسمه. هيدي مثلا كرز بري من زحله حطبه، كان فيها تكون بالشومينيه وفيها تصير بزق. ف قررت انها تصير بزق.